أمهاتنا ياما قالوا الصحة تاج، لكن الاحتياج خلى البعض يقول هو أنا لسه هصرف على صحتي؟ أنتوا أولى بالفلوس يا أولاد. بلدنا عملت إجراءات كتيرة علشان تضمن بيها رعايتها لكل ولادها من غير تمييز، وتحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم. تقدر تختار تتعالج فين وعند مين، وتاخد رعاية صحية على أعلى مستوى بأقل تكلفة ممكنة، والدولة بتتكفل بغير القادرين. بياناتك بتتسجل مرة واحدة من غير ما تعيد وتزيد وتكتب وتملي، وملفك الصحي يكون مربوط بمنظومة تحولك لأقرب خدمة طبية مناسبة لحالتك، تقدم لك الرعاية المطلوبة وتصرف لك العلاج وتتابع حالتك كمان. اللي بتقولي ده أحلام، وحتى لو تحقق هنسمع بقى قولت إيه؟ فوت علينا بكرة عشان السيستم واقع. الحلم ده اسمه التأمين الصحي الشامل، وعشان ما تسمعش اللي انت بتقوله ده، الدولة عملت له نظام جديد مختلف تماما عن أي حاجة قبل كده. مؤسسات صحية فيها أحدث الأجهزة متوصلة بمنظومة واحدة مع ملف المريض علشان يتعالج من غير ما يلف على دكاترة وبدون تعقيد، من أول الوحدات والمراكز الصحية لغاية المستشفيات والعيادات والمعامل الخاصة إذا لزم الأمر. ولعلمك بقى، تداول بياناتك الصحية هيكون بأحدث النظم العالمية وفي منتهى السرية والتأمين، قانون ملزم، رقابة صارمة، وعقوبات رادعة، نظام تكافلي بين كل المصريين. دي كلام عايز سنين يا مدام، يعني أحفادي هم اللي ممكن يستفيدوا بيه. الموضوع بدأ على فكرة، والمرحلة الأولى هتتنفذ في 5 محافظات، أولهم محافظة بورسعيد، اتجدد فيها 7 مستشفيات و20 وحدة صحية، وتربطوا مع المنظومة بخطوط الاتصالات، والبورسعيدية كمان بيسجلوا دلوقتي بياناتهم في الوحدات الصحية والمستشفيات بالبطاقات الشخصية أو بشهادات الميلاد للي لسه ما عندوش بطاقة، علشان يستفيدوا بالخدمة الجديدة. التأمين الصحي الشامل رأس مالنا في صحتنا.